أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم خياطة الثياب المسبلة للرجال؟ وهل يكفي؟ ما يجوز هذا، حرام. إذا قال لك خل ثوبي طويل، قل لا، قل لا، خليه إلى الكعب، ولا تخيط ثياب مسبلة تعين على الإثم والعدوان. نعم. قال: وهل يكفي أن يضع في المحل إشارة ترشد إلى تحريم الإسبال فقط؟ لا، إذا قال له خل ثوبي يسحب، قل لا، ما يجوز هذا، لا تطيع. إن قال ما أنا خيط عندك، قل له رح، قل له رح، أنا ما أخيط الحرام. نعم.